تطلع لايف تردم صاع وتخترق الجروبات وتوري الناس وتوحد الناس، ويا ترفع بندقية، ويا تكون سياسي تربط بدلة وكرافتة تخش القنوات. ده النضال اللي احنا بنعرفه، يا طول نضال يعني غنى، يا كان نسوان بيغنوا، ده نضال يا زول. بتقوم كده كده ولا كده يا زول، يا تدفع قروش، ده برضه مناضل. مصلحتي اشوف مصلحتي والناس شافوا مصلحتهم. القبائل اللي انا ذكرتهم ديل هم يلا انا دايرهم يكونوا وسيط بين القبائل، يعني اللي بيتشاكلوا والما بيتشاكلوا كلهم يحلوا مشكله. اصلا مشكله القبائل الستة قال لك ذكرهم ديل يكونوا وسيط بين القبائل اللي بيتشاكلوا والما بيتشاكلوا، يكونوا وسطاء. القبائل دول يكونوا وسطاء بين الجنجويت وبين القبائل اللي بيشاكلوا والما بيشاكلوا. عليك دينك كده حللها كده، يعني انتوا هوي باقي القبائل برا من الستة، انتوا قاعدين تشاكلوا مع الجنجويت، لكن الستة دول ما بيشاكلوا مع الجنجويت، فهم دول يكونوا وسطاء، وسطاء بينكم وبين الجنجويت، يقربوا لكم وجهات النظر بيناتكم. دقيقة بس، النقطة دي هنا نكررها كويسة جدا. هل في أقول بيستوعب بأنه 2003 أنا كنت بعمل الحاجات دي؟ طيب إذا أصلا بس أنا بعمل الحاجات ده اللي بخليني، طيب أنا أدري لشنو؟ ما أشوف مصلحتي؟ أشوف مصلحتي والناس شافوا مصلحتهم. القبائل اللي أنا ذكرتهم ديل هم يلا انا دايرهم يكونوا وسيط بين القبائل، يعني اللي بيتشاكلوا والما بيتشاكلوا كلهم يحلوا مشكله. اصلا مشكله دارفور والله صحيح جدا، اذا الناس جلست مع بعض والله بتحل المشكله، لكن انا اصلا ما قلت هم يتوحدوا ضد الزرقاء ولا يتوحدوا ضد العرب. انا ذا انا في مشروعي ذاته حاجه بقول لك دي، انا قلت ضد العرب وضد وحده الزرقاء. انا بهمني كانسان مرضي بدعم كل انسان دارفور. كذاب كذاب يا منافق يا دجال يا حقيقي. والستة قبائل موجودين هسي، انا ممكن افتح لهم الدعاوي هنا اذكرتهم، يعني هم ما دقوم. هوي هبا حبايبنا حبوب حبايب، انتوا كده ما دقوكم صح؟ انتوا ما ناس مشاكل. اي اي صابر قال لك والله طويل ما اقدر اكمله لانه عندي مشي، والله ده اقفل اللايف طويل شديد ما بينتهي ذاته. زول وهم والله صحيح يا صدام، صحيح اردمه الوزير اردمه. جنجويتي ولا ما جنجويتي؟ ها؟ اواك تفسي فسوه كبيره في نكسيك، والله تفسي فسوه كبيره زي الطوط، تفسي الطوط صغيرونه ممكن ما اسمع، لكن تفسي فسوه كبيره ساكت في نكسيك انا بجيبك هنا. واك 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 تلعب توحيد الزرقاء ده مشى يا صاحبي، ما في واحد ابو قنفوذ زيك بجي بشق الصف. صاحبك داك طلع قال والله العظيم ان احنا تاني بعد نعمل قلال في جبل مون، نعمل قلال واضح في جبل مون انه نشوف مشكله الشعب الدارفوري. والله جبل مون وديني وايماني، اول انت منو ذاته يقول لك ولا تتركب وديني وايماني تتركب، انت الجنجويت فاتح هناك ولا مسرق بوم لك 18 فاتح هناك بوم بوم بلوم خير الحجمتين ديلك، دي الحجمه الثانيه دقيناهم. انت منو يا زول؟ انت ده انت مش تقول هناك لان جبل مون يا جماعه هوي. احمد كسر ده يتكلم في دابر الدار، احمد كسر ده منو وكليب منو ذاته كويس، لكن بعرفوه ناس جبل مون كده بعرفوه. بعرفوه كان كذاب كان منافق كان على الحق بعرفوه. انت منو؟ والله تمشي هناك اقسم بالله تتركب هاي. هو عمل يا جماعه. طيب على دينك عين الكلام ده، ده في جروب، ده في جروب، والله نردمك والله نردم ابو اهلك ذات تو او عليك ولا شنو يا زلمه، والله نردمك والله والله نردم اي فلنجاي. اطلع بس انت اتكلم بس، انت قال لك انا فاضي لك؟ انا ذلك بقول الناس اللي اتكلموا امس، انتوا الناس اللي اتكلموا امس ودافعوا عن صابر دافعوا عن حالكم اللي قاعدين في معسكرات النزوه اللي جوا، تحيه لكم نشير لكم اصلا ما في مشكله والله نشير لكم شفته، وان شاء الله تمشوا قدام ذاته. الواحد ذاته ياخذ ريستي كده يومين ثلاثه،
الفلنجيات كويس. يا سليمان اهلك ديل ميتين ابو ميتين ابو اهلهم طالع يتكلم. اطلع ابقى راجل يا سليمان، ابقى راجل يتكلم في قضايا النازحين واللاجئين، ولا تتكلم يتكلم في هيمتي لو ابوك راجل. ابقى راجل يتكلم في هيمتي ويتكلم في جنجويت وشخصهم زي ما انا شخصهم، وجيب المستوطنين الجدد اجغمهم. يا خلك الله دولك يا هودا دولك اتركب بكره تاني خلاص الجروب ده هيجري مني طبعا، وبطارده جروب لجروب جروب لجروب جروب لجروب محل نطه بس تك محل نطه كلام قالوا بجيبه والناس بيفسروا. يعني انت ما تتعب، انا قاعد لك في حلقومك جروب بلغه ام انا معي، جروب باللغه الوهميه السودانيه انا معي، باي فهم انا مطاردك وراك، والا تكون على حق. لو هسه في زول على حق، في زول قاعد يجيبه هنا، في زول بيجيبه. انا فاضي لانه الليله مثلا حصل اللايف ده فيه 1600 يا اخي، في اللايفات عندي 5000 مباشر، 3000 2000 ده اللايف ده ذاته لايف الليله ضعيف. انا ما محتاج لانه واحد نجي نقول نجيب واحد عشان يشيروا لي اوريدي كده. الشباب كتر خيرهم قاعد يشيروا والمعلومه قاعد تصل، وبنجهد كلنا مجهود جبار، اللي بيشير والبدفع والبتاع، ونتفاكر بيناتنا. وتوحيد الزرقاء ماشي لانه نحن المستهدفين. ايش توحيد الزرقاء؟ يعني الناس المستهدفين اللي قاعدين في معسكرات النزوح واللجوء ببساطه شديد. فما ما ما ما, ما ضرنا نبح الكلاب، فما مهما كان امشي بس امشي هناك. ما تكتب هنا، ما تكتب الصفحه دي بتاع الشرفاء. انت اسمك عادل سليمان، انت زرقاوي، يعني انت كده ميتين ابو اهلك طالع. ابقى ابوك راجل. لا لا داك ما ارجع لي بالواتساب 0033، لانه الصفحه دي ما اللايف ده هنا في الصفحه دي ما بدي دعوي بالذات التلفون ده كويس. 0033 6 0 5 8 6 1 2 7 6. امسك ده يا جنجويت يا رباطي، ترى احنا فاضل لك. احنا ركبنا الجنجويت 200 مليون جنجويتي قاعدين ساكنين في دارفور، ركبتهم جد، ركبتهم جد من تشاد وسنتر افريقيا والمكالمات الصوتيه اللي اخترقنا لهم، جبت عليكم جد. انا ضدهم جد وضد الكيزان، ضد الكيزان. الكيزان جد زعلانين، والجنجويت جد زعلانين، وروح صار حركات المسلحه جد زعلانين. وزول قال تسقط بس تسقط بس، كسروا قتلوا. انا مو تقلق، انا فاضل ولا فاضل قمامكم انتم ما في تركب بس. ولا قالوا ولا ما قالوا، جبنا الكلام اللما فيه نفسه عشان ما قطعنا للمكالمه الصوتيه، وجبنا الكلام الاخير اللي قالوا اصله كله جبنا. وهو بعرف عشان انا دير اوصل له، ما اقطع المكالمات، اجيب المكالمه الاخيره دي برضه نوع من التجاره، اجيب الكلام كله اللي قالوا سمح والقالوا كعب كله خطيته له في صحن واحد جبته هنا. بعد ذاك الناس تحلل. لو قلت 500 كلمه سمحه، لكن لو عندك كلمتين بس شينات ها بمسح ال 500 كلمه دي كده. انتهيت اكلتها يا صاحبي، قوم قلت يا صاحبي شوف مراك بريتك وين. الو مرحبتين. ايوه حبابك يا كدر حبابك تمام والله تفضل. هاي تمام في خبر عاجل يعني. اوكي وين؟ في محل الكرانك تبع دم هدوم يعني مره ثانيه وكذا. حسي ده صح؟ حسي كلامك كلامك. اوكي تمام تمام، بعد نلقى المعلومات ان شاء الله بيراسلونا بتاع منطقه كرينك تم هجومها. طيب منطقه كرينك ده امشي شوفها، كل القبائل ساكنين في منطقه كرينك ده تلفون مباشر. اها هجموهم ليه؟ انت لو راجل ورجال تدفع قروشك، وهو ده كتب لك رقم التلفون، تدفع القروش والزول في الارض يشيل السلاح ويدافع عن ارضه والمات ربنا يرحمه والحي ايش ويطرده الجنجويل. حسي ده تلفون حار حار بس، بقفل اللايف بعد بلقى المعلومات بعدين ممكن المسا اجيكم. رايكم شنو يا ساده؟ ده منطقه كرينك، وامشي شوف كرينك ده كل القبائل موجوده فيه، رحمه زي مرنه، كل القبائل موجوده في مرنه. توحيد الزرقاء يا جماعه، توحيد الزرقاء ده مهم جدا، اترابطوا ويا افن في نصنا اللي تدقوني شتتوا. انت عارف الجنجويل اكلوها؟ الجنجويت تاني فاتوا للادارات الاهليه جخمنا، جونا ب ب ب شتتونا، بقونا كيمان دقينا شتتنا،
جونا بين وشطاء بفوق عشان داري يشيلوا لنا حاجه اسمه توحيد الزرقاء، دقينا مشتتنا. جونا بالحركات المسلحه عملوا لهم اتفاقيه، دقينا شتتنا. ده اخر حاجه، اخر حاجه وصلنا له وانتهينا منه، انتهينا من الناشطين المتسلقاتيه، انتهينا من الوسخ، انتهينا من العفن، انتهينا من اي شيء، الحمد لله ماشيين صح. ويزول قال لا، وزول بيجي بيتكلم فينا انا، يا اخي يتكلم فينا انا ماني معروف. يتكلم في العامه بنجغمه، يتكلم فينا انا يا اخوي يتكلم ساي. اوه انا عندي لك حاجه. مرحبا بك، اقفل اللايف جنبك ده، اقفل اللايف جنبك يا ابن ادم.